الدكتور شفيق بوزوف، رئيس جمعيه انفار مغرب. لقد دأبت الجمعيه ديالنا جمعيه انفار مغرب ان تقوم بانشطه اجتماعيه، وخاصه في رمضان شهر الصدقات بامتياز. وفي هذه السنه بما اننا في وضعيه استثنائيه، ارتئينا في الجمعيه ان نرفع عدد الاسر المستفيده من هذه القفف الرمضانيه. كما تعلمون الصيدلي وبحكم تواصله اليومي مع المواطن، فهو كيعرف مدى وحجم المعاناة ديال الأسر المغربية، لا في إطار الاجتماعي بما فيها المادي، ولا في إطار الصحي بما فيها الجسدي والنفسي والعقلي، وخاصة في ظل هذه الأيام الصعبة وفي ظل جائحة كورونا. أنا الدكتورة سالي إيمان، صيدلانية بمدينة القنيطرة، وتريزوريير ديال جمعية إنفارما الغرب. الحمد لله أن جميع الصيادلة ديال الجمعية إنفارما الغرب قاموا بمساهمات مكثفة من أجل هذه المبادرة الوطنية باش نجمعوا القفف الرمضانية، والحمد لله أننا تمكنا نجمعوا أكثر من 100 قفة رمضانية اللي كتحتوي على المؤونة ديال شهر رمضان. القفة كتكون من دقيق، زيت، تمر، أرز، وعدة مكونات اللي تقدر تساعد الأسرة في هذا شهر رمضان. التوزيع ديال القفاف إن شاء الله غادي يكون بمساعدة ديال الصيادلة، ونحاولوا نوصلوا للأسر المتضررة في ظل هذا البانديمي ديال كوفيد 19. وشكرا.
معكم الدكتور أنس جوزال، كاتب العام لجمعية إنفارما الغرب. بادئ البدء نبارك الجميع هذا شهر رمضان المبارك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا هذه الجائحة في القريب العاجل إن شاء الله. إذا احنا اليوم كنشهدوا واحد العملية ديال الإعداد اللي غادي يتبعها من بعد توزيع ديال القفة الرمضانية. هاد الأمر هذا اللي دأبات الجمعية على القيام به في كل سنة، يعني ما طلع كل شهر رمضان كانت كتقوم به، إلا أن هاد المرة هذه وسعناه أكثر، لأن كما يعرف الجميع هاد العام كيجي شهر رمضان والعالم والمغرب والعالم أجمع يعني يزأروا تحت تأثير هاد الجائحة ديال الكورونا فيروس. فلهذا احنا قررنا أننا نوسع هاد الأمر. هاد الكورونا فيروس اللي كنعرف الجميع كان عندك ذلك تبعات اقتصادية، يعني واحد العدد ديال الأسر اللي بين عشية وضحاها صبحت بدون معيل. كنعرفوا ناس اللي كانوا خدامين لغد اللي ما بقوش خدامين، وبالتالي احنا مساهمة منا في تخفيف هاد العبء هذا وتخفيف هاد الوطأة ديال الاقتصادية ديال هاد الجائحة على المواطنين، ساهمنا رأينا أننا نساهموا حنا قدر المستطاع في هاد الأمر هذا بإعداد واحد العدد ديال القفة الرمضانية. العدد تقريبا ديال القفة كي فوق 100 قفة، 100 قفة اللي غادي توزع على الأسر. التوزيع غادي يكون غادي يتم بواحد الطريقة اللي ما يكونش فيها خطورة على الناس اللي غادي ياخذوها. فاحنا ما بغيناش أن الناس يجيو هنا عندنا ويكون واحد الاكتضاض وواحد التجمهر، وهذا التجمهر اللي من شأنه أنه يقدر يكون يشكل واحد الخطر على سلامة الناس ويساهم في لا قدر الله في انتشار العدوى. احنا تفاديا لهذا الأمر هذا ديال انتشار العدوى وديال تجمهر الناس وهذا، واحتراما للتدابير ديال الحجر الصحي والمسائل ديال التباعد الاجتماعي، رأينا ان العمليه ديال التوزيع غادي تتم بواحد الطريقه، حيث ان بالطريقه الشكل اللي غادي يخلي ان كل مواطن غادي توصلوا القفه ديالو حتى لعندو. فالاخوان الصيادله مشكورين اعضاء الجمعيه، كل واحد عنده الحالات ديالو، كل واحد عنده واحد شي عنده ثلاثه الاسر، شي عنده اربعه الاسر، شي عنده خمسه الاسر معوزه كيعرفهم. كحد اقصى معطينا الفارماس يقدر يوزع هو 10 ديال الاسر. اذا قلت كل واحد عنده الحالات ديالو غادي يتكلف بالتوصيل ديالها، وهو بيدو غادي يوصلها حتى لهاد الناس عندهم، تل يوصلها حتى المكان ديالهم. كما قلت تفاديا لهذا الامر هذا ديال الاكتضاض وهذا، وكذلك حفظا للكرامه ديال الانسان، لان كاين واحد العدد الناس كان راهم في امس الحاجه ولكن ما رضاوش يشوفوهم الناس. فاذا حفظ الكرامه ديالهم وهذا غنوصلوها حتى عندهم بقضيه مستوره ما غادي يشوفها حتى شي واحد وهذا. اذا دروك كنشكر كاع كافه الاعضاء ديال الجمعيه ديال جمعيه انفارما الغرب اللي لبوا النداء. احنا كنا ملي جات الجائحه وزعنا واحد النداء وهذا، قلنا لهم ما كتعرفوا ان الظرف الحالي وهذا راه كلشي مطالع عليه، فالله يجازيكم بخير اللي مستعد يساهم وهذا راه يساهم. فما كان منهم الا انهم لبوا النداء، ويعني تقريبا نقول لك حنا جمعنا المساهمات في واحد الظرف قياسي ديال ثلاث ايام تقريبا، دونك ثلاث ايام كنا جامعين هذه المساهمات هذه. من بعد اتصلنا هذا بالممول وهذا بالسيد مول المحل التجاري اللي شفنا المواد الغذائيه الاساسيه وجمعناها في الظرف القياسي. دابا لحد الان دابا من بعد ان شاء الله راه الاخوان كل واحد غادي يهز بالسياره ديالو وهذا غادي يهز هكا القفاف الاسر اللي تابع عليه. اذا كنشكر جميع الاخوان الصيادله، وكن مره اخرى كناكد وهذه كتاكد هذا الامر هذا كياكد ان الصيدلي هو من المجتمع والى المجتمع، فهمتيني؟ فهو يحس بما يعيشه اخوه المواطن، فهمتيني؟ فبالاضافه للعمل ديال الصيدله اللي هو اللي كيمارسوه في حياته اليوميه، بحيث ان الصيدلي كما يعرف الجميع انه كيتواجد في الخط الامامي في المواجهه ديال كورونا فيروس، يعني انه مواجد كيقدم النصائح ديالو والارشادات ديالو والتوجيهات ديالو من اجل الوقايه من هذا المرض هذا لا قدر الله. فبغينا كذلك نساهموا هذه المساهمه الماديه على قدر المستطاع ديالنا، وشكرا جزيلا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.